طيب يعني أسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يبارك فيكم جميعا وأن ينفع بكم هذه الأمة وأن يجعل منكم الدعاة الصادقين الذين يحملون هم هذا الدين ويبلغونه لأقاصي الأرض إن شاء الله، لأن طوق النجاة لنا من المؤامرات الدولية علينا هو حسن الدعوة لهذا الدين بالكلمة الطيبة والحجة الواضحة والمنطق السوي. موفقين إن شاء الله.